لقضاء الحوائج الصعبة بإذن الله تعالى يقرأ هذا الدعاء 3 مرات بعد صلاة الفجر. يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمني. يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمني. يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمني.